بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان إضافة تأثيرات متحركة للعرض التقديمي، طبعا في برنامج الباوربوينت. إيه اللي هنعمله النهاردة؟ إحنا عندنا عرض تقديمي، بيانات بتاعتك، داتا بتقدمها للعملاء أو كده بتستعرضها، والمنتجات بتاعتك، فعاوز تعمل حركات زي دي مثلا، يعني أو بعض هذه الحركات. يعني إيه بعضها؟ ممكن نكتفي مثلا بالدائرة اللي هي بيتم الدائرة اللي في أكتر من شكل، هنا في مثلث ومثلث ودائرة ودائرة، ماشي، وفي شكل بالأصفر كده، وفي حاجات بتتحرك. تعال نشغل كده. لاحظ حضرتك إن الدائرة اللي في الركن الأيمن دي فوق بتنزل بتوسع كده، والدائرة التانية بتتقلص، والمثلث ده بيوسع، وده والحركة الحاجات دي، ماشي. ممكن نضيف حركة أو اتنين أو كل الحركات دي في العرض التقديمي، بحيث يعمل لنا يعني إيه، زي يكون زي نموذج جميل كده، وضع جمالي أو منظر جمالي للعرض بتاعنا. وممكن نضيف كل الحركات دي أو نكتفي ببعضها. هنبدأ على بركة الله. دي الشريحة اللي عندي اللي ما فيهاش أي حاجة خالص، تمام، مكتوب فيها بس إضافة تأثيرات متحركة للعرض التقديمي، وفيها بعض الداتا كده وبعض البيانات، مهما كان هي ايه، ده كنموذج يعني. عايزين بس نضيف بعض الحركات. انا هنا هصغر، طبعا بصغر وبكبر، بعمل زوم ان وزوم اوت بزر ببكره الماوس مع زر كنترول من لوحه المفاتيح. بضغط على زر كنترول وافضل ضاغط عليه، واحرك بكره الماوس للامام او للخلف لاضافه الايه، عمل الزوم ان والزوم اوت. بعد كده هروح على تاب ادراج، وهضيف دائره، والدائرة دي هتكون كبيرة كده، مش مهم تكون منتظمة بالظبط. طبعا هنا الدائرة دي أنا كل الحكاية عايز أقول له الدائرة دي تبدأ تتحرك من هنا وتيجي إيه، تدخل لجوه شوية. تدخل لجوه إزاي؟ يعني تتحرك، يعني إيه؟ يعني حركة، وتتحرك من مكانها تروح لمكان تاني. يعني في حاجة هنا في الحركات اسمها خطوط الرسم، أول ما بضغط عليها بيديني نقطة خضراء كده اللي هي بداية الحركة، ونقطة بالأحمر اللي هي نهاية الحركة. تمسك النقطة اللي بالأحمر دي وتحركها، يبقى أنا كده بقول له الدايرة دي اللي معايا دي هتتحرك من أول العرض من هنا، وفي آخر الحركة بتاعتها هتكون وصلت لهنا. الحركة دي بتاخد وقت قد إيه؟ مكتوب هنا بتاخد ثانيتين، اللي هو مكتوب هنا ده. لا، أنا عاوز تاخد ثانيتين، ده هيكون سريع جدا لو عملنا تشغيل كده. بص إيه اللي حصل، اتحركت بسرعة جدا، فأنا هقول له لا، خليها تاخد 8 ثواني كده من هنا كده بالظبط كده، أقول له شغل. هتبدأ الحركة تتحرك كده، ولاحظ، طب نكبر شوية عشان نشوف الحركة. طبعا أكبر الصفحة مش الحركة كده، وأقول له شغل. لاحظ هنا الدائرة دي بتتحرك وبتملأ كده ايه، بتاخد الشكل ده، ولكن الدائرة اللي بالأزرق ديت غطت الشكل بتاعي، وانا مش عايزها تغطيه، انا عاوز الكلام بتاعي يفضل باين ويفضل ظاهر كده، الداتا بتاعتي ما تستخباش. يبقى هروح دبل كليك على الشكل ده، فهيديني هنا تنسيق أدوات الرسم، تنسيق أي تكست من أي الأداة اللي هي السهم الصغير ده اللي في أي مكان من دول، ممكن أضغط عليها كده فيديني تنسيق الشكل. هروح على اول واحده اللي هي تعبئه النص، هلاقي في حاجه هنا اسمها الشفافيه. طبعا ممكن اصغر برضه عشان اشوف كده، تمام. الشفافيه دي هتبدا ان انا احرك المؤشر ده، وانا باصص كده على ايه، على الشكل بتاعي كده. طيب نعمل له تعبئه الاول، تعبئة خالصة، اللون أبيض. ليه أبيض؟ أنا عاوز اللون مثلا يكون اللون ده، والشفافية. ده تنسيق الشكل بالنسبة للخطوط. أنا مش عاوز خطوط، هو مفيش خطوط أصلا هنا، ده الخطوط. إحنا كده في مكان غير اللي إحنا محتاجينه أصلا، إحنا ضغطنا على السهم اللي هو في أنماط الوورد آرت ده. لا، انا مش عاوز ده، انا عاوز السهم اللي قبله ده اللي هو فيه تعبئه الشكل والمخطط وتاثير ده الصغير ده، ماشي. هضغط عليه، والشفافيه دي وانا محدد الشكل كده ابدا احدد الشفافيه. هنا هيظهر بقى ايه، الكلام اللي تحت الدائره. انا عايزك تبص في المكان ده على الدائره في المكان ده. خلينا نزوم كده، بص كده على الكلام اللي هو تحت الدائره، شوف ايه اللي بيحصل. هنا انا بعمل بحدد الشفافيه بتاعه الشريحه نفسها. لا، انا عاوز احدد الشكل الدائره، وكويس ان الحاجات دي بتحصل معانا عشان نعرف ايه التاثير بيكون جاي ازاي.
هنا كده مفيش شفافية 100%، يعني مفيش أي لون تعبئة للون، فكده هتظهر الدائرة فقط. ماشي، فأنا أخلي الشفافية بالشكل ده مثلا كده، ومش عاوز المخطط التفصيلي. إيه المخطط التفصيلي؟ اللي هو حدود الشكل. شايف أنت الخط اللي على الدائرة ده منحنى، الخط ده بتاع الدائرة ده أنا مش عاوزه. ماشي، فأنا مش عاوزه يظهر يعني، فأنا هخلي الشفافية مثلا كده خمسينات كده، وأروح لتنسيق وأقول له المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، فكده مفيش إيه؟ مفيش مخطط تفصيلي. كمان ممكن تعمل تأثيرات الأشكال، الحواف الناعمة دي تخليها مثلا 5 نقطة، يبقى كده الحافة الدائرية بتاعت الدائرة أو حافة الشكل مش حادة، مش قوية، بالإضافة إن هي أصلا ما فيهاش خط، يعني ما فيهاش خط. ماشي، بعد كده لما تحصل الحركة، تعال نشوف بقى الحركة هتحصل إزاي. كده تشغيل، هتلاقي التأثير الجميل ده. شايف انت الدائرة بتتحرك ازاي وبتاخد يعني في حركة بسيطة كده. ممكن مع حركة الدائرة دي بقى الجميلة دي نعمل حركة تانية، ناخد الشكل الدائري ده وننقله هنا كده ونقول له نسخ، مش ننقله، ننسخه قصدي، وخليه هو يتراجع للخلف، ونقول ان التنسيق بتاعه يكون باللون مثلا ده. ماشي، النقطة الحمراء دي نخليها كده في الاتجاه ده. ايه ده؟ ايوه، يبقى هنا طبعا ده المركز بتاعها. تعالى نحذف ده كله ونبدأ تاني، نرجع تاني ل هنا. كده النقطة دي هو بيقول لي إن إيه دي البداية وده النهاية كده مثلا. ممكن نكبرها على فكرة الشكل بتاعنا ده، الدائرة دي كده، ونشوف الشكل هيبقى إزاي. نعمل تشغيل كده طبعا، استنى الشكل بعيد خالص، عايزين نقرب شويه عشان نشوف تشغيل. فالدائره اللي هي بالزيتوني دي بتبدا تقرب كده وبتدخل على الداتا بتاعتنا، والدائره اللي بالاصفر دي هتبدا تتحرك بعدها وتبعد عن ايه؟ عن مركز الشكل بتاعنا. ماشي، دول الحركتين، ولكن انا عايز الحركتين يكونوا في نفس التوقيت، وكمان اللون الاصفر ده انا عاوز الشفافيه بتاعته تكون اقل من كده شويه. يبقى من العلامة دي أخذ الشفافية الأصفر ده، نعمل له زيادة في الشفافية أكتر من كده، والحركة دي أضغط كليك كده عليها وأقول له مع السابق. نقفل ده ونكبر شوية الشكل بتاعنا كده ونقول له شغل. لا أنا عايز أشغل كله، تشغيل كل الكل هيتحرك الاثنين مع بعض. خد بالك الدائره الصفراء بتتحرك كده، والدائره اللي بالزيتوني دي او الاخضر دي بتتحرك بالشكل ده. طيب كمان ممكن نضيف حاجه كده، يعني مثلث هنا كده، والمثلث ده بيبدا يتحرك برضو بنفس الفكره، بس انا عاوز احرك الدائره اللي بالاصفر دي شويه، خليها كده بعيد. ايوه كده، يبقى هي خلينا نشغل الدائره اللي بالاصفر دي نشوفها تروح فين، بتبدأ هي تتحرك كده وتبعد وتبين لنا الشكل. طيب عاوزين هنا مثلث، بسهولة جدا هصغر برضو الكلام ده، اخد الدائرة دي احركها تحت شوية او اقول له نسخ، ومن تنسيق ادوات الرسم دي في حاجة اسمها تحرير الشكل، تغيير الشكل، اقول له خليها مثلث، تحولت لمثلث. تعبئة الشكل اقول له عبيها لي باللون ده بنفس درجة الشفافية. ماشي، والمثلث ده هيدخل للداخل كده، يبقى هيبدأ من هنا. طبعا هو لما نسخته، نسخته بالإيه؟ بالحركة بتاعته كده كده، هيروح هنا كده. ماشي، فبيبدأ من بدري شوية. أيوه كده، تعالى بقى، وبرضو الحركة دي هتكون مع السابق. نشغل قبل شوية، يشغل، لاحظ شوف ايه اللي بيحصل. جميل 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 جدا. ماشي، مع المثلث ده برضه عايزين مثلث في الناحية التانية بلون تاني كمان، مفيش مشكلة، احرك المثلث ده هنا. ماشي، واقول له نسخ، اغير اللون بتاعه
التعبئة بتاعت الفيل دي أخليها باللون، نختار اللون ده مثلا، مثلا ماشي. والمثلث ده يروح لفين؟ خليه يبدأ من هنا ويتحرك في اتجاه ده كده، أمسك النقطة الأحمر دي أجيبها تحت كده، يبقى المثلث ده هيجي هنا ماشي. وبرضو مع السابق، هي أصلا مع السابق فهي تشغيل الكل، لكن نكبر شوية عشان نشوف تشغيل الكل، شوف إيه اللي بيحصل. التأثير الجميل ده، التأثير الجميل ده عملناه ببساطة جدا في برنامج الباوربوينت. في نقطتين كمان سهلين جدا ممكن نضيفهم كمان، اللي عاوز حاجة تتحرك من أسفل من هنا تتحرك لأعلى، واحدة من هنا وواحدة من هنا، أو من اليمين للشمال، خلينا من أسفل لأعلى زي ما عملنا، زي ما عملنا في الإيه البرنامج أو العرض اللي إحنا قدمناه ماشي. خلينا ناخد المثلث ده كمان نسخة هنا، وبعدين أصغره خلاص كده وأغير الشكل بتاعه، أغيره أخليه يبقى من تنسيق تحرير الشكل، خلينا نخليه دايرة، دائرة باللون الأصفر المشع جدا، المتوهج جدا بالأصفر، والحواف بتاعتها ناعمة جدا، 25 نقطة مثلا كده، ونصغرها ونخلي الحركة بتاعتها، أمسك كده الحركة دي أضيفها في الناحية دي كده في الأعلى، وبداية الحركة هنا ماشي. الشكل ده هيبدأ يتحرك من أسفل لأعلى، وناخد منه نسخة، لا مش ده، عفوا، الدائرة دي هي ثابت الخط بتاعها، خلينا نضيفها في المكان بتاعها بالحركة بتاعتها. شكل البيضاوي ده ناخد منه نسخة هنا في المنتصف، نسخ ونسخة في النهاية، نسخ، وليها الحركة بتاعتها ناخدها ندخلها كده، والحركة دي نحركها، الحركة بنجيبها من النقطة الخضراء دي نضيفها في مكانها، والنقطة اللي بالأحمر دي نمسكها ونحركها هنا كده، كذلك النقطة اللي بالأحمر نضيفها في مكانها هنا، والنقطة اللي بالأخضر نضيفها في هنا. مش شرط إن هما يكونوا في نفس المستوى أبدا، ممكن نبعد دي شوية، بس مهم إنها النهاية بتاعتها تكون بره الشكل. كمان ديت النقطة الخضراء بتاعتها هنا، والنقطة النقطة الخضراء نمسك النقطة الخضراء دي نحركها هنا، والنقطة اللي بالأحمر اللي فوق دي نمسكها نحركها هنا، خليها فوق شوية، أيوة كده عشان تاخد السرعة أسرع، ودي كمان السرعة بتاعتها نخليها فوق شوية تعدي سريعا، ودي الحركة بتاعتها آخرها هنا. جميل جدا جدا جدا. وكل ده التلاتة شكل بيضاوي كلهم، كل ده في نفس الحركة، كل أتأكد هنا إن كله إيه بالنسبة للحركات، كله مع السابق، لو ضغطت كده مع السابق مع السابق مع السابق مع السابق مع السابق، كلهم وكلهم نفس المدة ونفس التأثير. جميل جدا، نكبر ونقول له شغل لنا الكل، تعال نشوف العرض بتاعنا، شايف ايه اللي بيحصل؟ الشكل البيضاوي الأخير بس مش في مكانه الصحيح، هنشوف مرة تانية. الدوائر بتتحرك، والمثلثات، والدائرة الصفراء الأولى والتانية، التالتة هي اللي عايزة تتظبط بس في مكانها، تعال نروح نضيفها في مكانها أو نتأكد من المسار بتاعها، أيوه هي هنا، هي هنا وبدأت تتحرك لأعلى، وصلت هنا.
كويس، امال هي مش ظاهره معايا ليه؟ عشان هي خلف المثلث، انا عايزها امام الكل. يبقى امام الكل نروح للتاثير بتاعها كده واقول له احضار الى المقدمه. اعتقد ان كده هتشتغل، ولا هي عشان هي باللون الاصفر مش ظاهره معايا؟ اه فعلا عشان هي باللون الاصفر. طيب خلاص، يبقى احنا نغير اللون الاصفر بتاعها ده، نخليه مثلا اي لون فسفوري كده، احدد الشكل واقول له التعبئه بتاعتها، خليها نروح لمزيد من الالوان ونختار مثلا اللون ده مثلا. موافق؟ الله جميل. وتأثيرات التوهج بتاعها هيكون باللون ده مثلا، او نسيبه بالاصفر عادي مش مشكله. خلينا بس ناخد التوهج، الحواف الناعمه خليها 10 مرات، ايوه كده. وبعدين نقول له شغل العرض بتاعنا كله، وتعالى نبص بقى على العرض بصوره نهائيه، الايه اضافه التاثيرات المتحركه للعرض التقليدي. شايف؟ جميل جدا جدا جدا. وانت بتعرض البيانات بتاعتك، وفي بعض الحركات كده في الخلفيه او في الصوره او في الداتا بتاعتنا، ده طبعا يعني يكسب العرض التقديمي طبعا. دي يعني بس الفكره، انما مش شرط ان انت تعمل نفس الشكل ده، لا ابدا، انت ممكن تضيف انت اشكال تانية وافكار تانية. احنا بس بنعرض الخطوات العملية لامكانية عمل الفكرة دي، عمل المطلوب، وهو اضافة تأثيرات متحركة في الباوربوينت، في الداتا بتاعتنا، في البرزنتيشن اللي احنا بنقدمه. وطبعا يعني حاولنا نشرح ونبسط المعلومة على قد ما نقدر قدر الإمكان. بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات، وأيضا لو تقدر اعمل لنا انتساب للقناة، ده شيء هيسعدنا جدا وهيساعدنا جدا. شكرا لمشاهدتكم، وما تنسوناش بدعوة طيبة، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.